يهضر لو بليز امبورطون في الفاز دي بول هذه اللي برومي ماتش برومي ماتش هو الكليم تاع لي زول قيت الماتش هذا الحمد لله كنا ديسيدي اليوم عملنا كل ما في وسعنا باش نحققوا ثلاثه نقاط تربح واحد شيء ولا اثنين شيء سي با امبورطون لي بليز امبورطون هي 3 بوين حقناهم اليوم بالاداء وبالنتيجه الحمد لله عنا مقابلة تو استنى فيها نهار الخميس يلزمنا نرتاحوا بقدية ونحضروا لها كيف ما يلزم باش نهزوا البطولة عن جدارة وننتصروا إن شاء الله في رادس ساهي ذولي اليوم خلقنا ممكن قرابة 15 فرصة ذولي أنا واحد من الناس بتاتا ضيع زوز فرص الناس كل ضيعت لي ذولي اليوم الحمد لله نقولوا مادام نصنع في الفرص ما نخافوش ما نجموش نخافوا ذولي الماتش الجاي إن شاء الله يجي التسييم ونشوفوا كل فرصة نجسموها إن شاء الله. صحيح أكسيون قاعد تعاود ديما هذول خدمة نتاع مجموعة كاملة، زدت بازيز مني أنا والفينيسيون من عند أنيس، إن شاء الله نكملوا نواصلوا نخدموا بالخدمة باهية وإن شاء الله اللي جاي خير. الحمد لله ظهر لي ماتش 3 بوان وماتش كليل باش نبداو به الباركور نتاعنا في الشامبيونز ليغ. الحمد لله أوبجيكتيف أتان اليوم، 3 بوان نتاعنا خذيناهم. يعني ريزولتا مانيير ان شاء الله خلينا في امبيونس باهيه حضروا ماتش الشامبيونه كما يلزم ان شاء الله. صحيح ضيعنا شويه فرص اليوم مالغري اللي الناس كل عطيناهم حقهم لي زوكازيون اللي جاونا مي الغارديان تاعهم عمل ديزيكسبلوا اليوم الحمد لله دون توليكا حتى كرة ما حبش تدخل يعني قعدنا مسيطرين على الماتش لين جاي البونتو الثالث اللي فرهدنا الحمد لله الحمد لله ليسونسييل ترافاي ديكيب واحد يكون حاضر نعاون صحابي تدخل الكره ما تدخلش هذيك توفيق من عند ربي ليسونسييل واحد يعمل عليه وكما قلت لك الباقي توفيق من عند ربي بيان سور اليوم حقنا المطلوب من شويه تضمن الشامبيونز ليغ تعرف الماتش تربحوا ديما تحصل النقاط اليوم الاوبجيكتيف تاعنا كان 3 بوان الحمد لله جاء المانيير جات نتيجه عريضه كانت نايم تكون اكبر من هكا حقنا المطلوب مازال مباراة كل 10 ايام دونك ان شاء الله ديبار باهي نحضر الماتش الجاي اي ضيعنا سيرتو درج لاعب يمكن جبنا ثلاثه ولا اربع فرص معناها نات لازم ننساو واش عندهم جارديان باهي نحن قبلنا بونتو قعدنا في اللعبه قعدنا مركزين رجعنا كنا نسجلوا اكثر معناها من ثلاثه مي كوميم اون جينيرالمون كان ماتش باهي وماتش كبير و زاد عرفنا كيفاش نجاريو ورتحنا رويحنا خاطر تعرف كل ماتشات على بعضها وماتشات معناها بيريود قصيره دونك نحاولوا ديما نقتلوا الماتش من الاول باش نرتاحوا من بعد.